لا خوف عليهم. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. درجات قرارات بحال العسكري اللي كيدخل النوبه الاولى يلاه كيعلمو يدرب الفردي شويه شويه كيبقى خدام كيولي كابيتان كابورال مارشال كدا حتى كيولي وهلي جنرال شي طلع هو دا العمليه في الحرب ولي يتقدم هو الاول ينقطع شواط مراحل استفاد منها الدوله. دوك رادات جابو على دراعو نعم اللي كان شي عامل العدو قدامو ما تيجي ما تيخدمش اللي عاد دخل لا حتى هو الاول يعمر الكرونات نقع حتى شي سمعوني كوفري موا حتى تما ها سي هو الاول عاد كياخذ عرض المطريات عندو كرادة لا كيخاف من الموت دراب العسكر دراب اما الاول عاد دخل كيبقى عاوتاني في الايمان كتخدم كتصلى كتقول الله درجه انت وليتي مؤمن زيد عاود تقيه زيد عاود ولي من اولياء ما تخافش هاف عندك كارت بلونش شي ما تخافش الكون كله ديالك المائده الكونيه كلها ديالك ما تخافش لا من جن ولا من انس ولا والو كما كان سلفنا الصالح خافوا من الروم كذلك بل وكذلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا انك تتكلم مع الله ملي كتكون كتصلي كتكلم مع فلان ولا علان ولا عبيده ولا زبيده إنسان غير في الحكومة إذا كان شخصية وتخلي كتدخل وتهضر في الهضرة غير إيوا كتعمل كتهضر أرشار أبعد كتاكل الخليع كيخلعك الخليع فكيف بالوعي الآخر اللي عطاك العينين والصحة وجمعنا ويسخر لك في ولادك وعطاك الرخاء ويفكر في المشاكل ديالك وكيعطيك الناس تتمتع في هذه الأرض كلها هذه المائدة الكونية كلها ديالك شرها لك كلها ديالك يا سلام كلها كل شرب تبرعت في الطاع كيجيك النعاس كتنعس كتتمتع بالنعام مخطوش في النعام اللي تعبدوا نعمة الله لا تحصوها عطاك المرأة كتغد بها بصارك كتلذذ بها عطاك يديك كتاكل بها جوارحك كتسمتع بهم النفس الرابوس الدرية كيتنفخ ويخرج كتخرج القبيح وتدخل المليح يا سلام صحة عقل سليم جسم سليم سان اي سوف اي بارفيت سونتي البيسين طلع شرب القهوة هنا بوف عمر يا جدع أليس كذلك؟ بل هو كذلك هاد النعام ديال هاد العافية اللي كتمتع بها هاد كتبخل على خمسة صلوات ما تصليهاش يا جاهل يا مقصر خمسة صلوات عاد قالك رب العالمين مين سمع الصلاة خير منهم حتى نوض له ونوض مرتك حتى هي كتنعم في النعام حتى هي كتنعم بك وعلى بسبب انت غتدخل الجنة تقول لك هذا الراجل غنخدمو 60 عام ندخل بيه الجنة انا العبد ديالو انا يدير فيا اللي بغا الجنة ما عندهاش ثمن الجنة ما عندهاش ثمن ونخدم هذا ندخل الجنة بل انا سيدي انا معاك سيدي شوفنا الله سارة لما دخل الملائكة يبشروا بنا غدا تولد اش قالت لهم ها أليد وأنا عجوز وهذا بعلي سيدي نولدوا اش قالوا الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت.